بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا في هذه الحلقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت لهم شرف ولهم مكانة ليست كغيرهم، وكان النبي يوصي بهم فيقول: الله الله في أهل بيتي. من هذا الصحابي؟ اسمه جعفر ابن أبي طالب، ويلقب بالطيار. ليش سمي بالطيار؟ راح تسمعون بعد شوي. جعفر أخو الإمام علي رضي الله عنهما أجمعين. جعفر ابن أبي طالب كان طبعا هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، أو عفوا أكبر من علي بن أبي طالب بسنوات، بعشر سنين. جعفر أسلم على يد من؟ على يد أبي بكر. أسلم هو وأسلمت زوجته، فعذب في دين الله جل وعلا، عذب في سبيل الله، وكان يعذب هو وزوجته. فاستأذن النبي بالهجرة الأولى إلى أين؟ إلى الحبشة. قال النبي لهما ولغيرهما من الصحابة: اذهبوا إلى أرض في الحبشة، إلى ملك لا يظلم عنده أحد، اذهبوا إليه. فذهبوا إلى النجاشي في أرض الحبشة، وجلسوا عنده خير مجلس، أكرمهم وأحسن إليهم، وكانوا نصارى. كان النجاشي عنده بطارقة وعنده قساوسة، كانوا نصارى، فاستقبلوا المؤمنين أحسن استقبال، وكان رجلا عادلا ذلك النجاشي. من سمع بهذا؟ كفار قريش. فأرسلوا اثنين على إثرهما، منهم أو هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. أرسلاهما من؟ كفار قريش، يتبعان أثر المؤمنين. ما خلوهم، خلوهم رايحين الحبشة، أنتش عليكم منهم؟ لا، ما يرضون. وأخذ معهم الهدايا، علشان شنو؟ يعطون من؟ البطارقة والقساوسة والنجاشي، ثم يطلبون منهم أن يرجعون الصحابة مرة ثانية إليهم. فذهب إلى الحبشة عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، يعطون البطارقة والقساوسة، يعطونهم الهدايا. فلما أعطوهم الهدايا ذهبوا من؟ إلى من؟ إلى النجاشي، وطلبوا من النجاشي أن يرجع هؤلاء الناس معهم. قال: هؤلاء قومنا ونحن أعلم بهم، وهم سفهاء، خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينكم، ترى هذا دين جديد، لا ديننا ولا دينكم. فقال النجاشي، طبعا البطارقة أيدوا لأن أعطاهم هدايا رشاوة، فقال النجاشي: لا والله، لا أقبل كلامكما حتى أسمع منهم. فجيء بالمؤمنين، من يتكلم على لسانهم؟ جعفر بن أبي طالب. فقال جعفر: يا أيها الملك، لقد جاءنا، كنا نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسفك الدماء ونشرب الخمر ونأتي الزنا ونأتي المحارم ونفعل كل شيء، فجاءنا رسول الله أمرنا بعبادة الله وحده وبصلاة الأرحام وحسن الجوار، وحرم علينا الربا والزنا والخمر وقتل النفس، وعدد له كلام طيب. قال: هل عندكم شيء جاءكم به من عند الله؟ قال: نعم. قال: اقرأ علينا. وكان ذكيا جعفر، ماذا قرأ؟ قرأ عليهم سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. أخذ جعفر رضي الله عنه يسترسل يقرأ بداية سورة مريم، بكى البطارقة وبكى النجاشي وتأثروا بالكلام، ثم صرف الناس، قال: والله لا يمسكم أحد وأنتم ضيوف عندي. رجع من؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قالوا: لا، ما يصير، يعني إما نرجعهم ونرجعهم. فطرأ على عبد الله بن العاص، وكان يعني رجلا ذكيا، قال: سوف أذهب إلى النجاشي وأقول أنهم يسبون عيسى، أنتم تألهون عيسى، هم يقولون عبد لله يعني يسبونه. فذهب عمرو وقال هذا الكلام، فقال النجاشي: ائتوا بهم أسمع ماذا يقولون في عيسى. الحين عاد جاء المحك، والصحابة الآن خايفين، شو نسوي شو نقول الحين؟ فقال جعفر: والله لا أقول إلا ما قال الله. القصة كلها راح أقولها. فجئ بجعفر، قال له النجاشي: ماذا تقول في عيسى؟ قال: اسمع ماذا أقول في عيسى. فقرأ قول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا حتى وصل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا بالنجاشي الآن كلهم سامعين إن جعفر يقول إن عيسى عبد الله وليس هو الله. تتوقعون النجاشي راح يسوي؟ ضرب على الأرض بيده ثم أخذ عودا عود، والناس الحين طبعا عمرو وعبد الله مستانسين، وإذا من بطارقة يغضبون. فإذا بالنجاشي يأخذ عودا يقول والله والله ما زدتم على ما قاله عيسى ولا قدر هكذا. يعني هذا الكلام بالضبط الذي كان يقوله عيسى. فنخر البطارقة وأظهروا صوتا فيه غضب. فالتفت النجاشي إليهم قال انخروا كما تشاءون، فإن عيسى لم يأتي إلا بمثل ما قالوا، وكلاهما يخرج من مشكاة واحدة. وقال للصحابة اجلسوا في أرضي أنتم ضيوفي ولا يقربنكم أحد. أي رجل يصنع مثل هذا؟ إلا رجل دخل الإيمان في قلبه. وكان النجاشي قد أسلم بعد هذا، وصلى النبي عليه صلاة الغائب. جعفر رجع متى؟ بعد خيبر، بعد فتح خيبر، يعني بعد الهجرة وبعد سنوات رجع جعفر مع المؤمنين إلى المدينة. تو الرسول فاتح الفتح العظيم فتح خيبر، لما رأى جعفر قال النبي لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يحبه الرسول حب عظيم، ابن عمه، وهو صحابي له بطولات وشجاعات. بعد خيبر بسنة أو بشهور معركة مؤتح، الرسول قال أول من يحمل اللواء زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. يعني ما في راحة يا جعفر، على طول خذ اللواء وتقدم. 3000 في مؤتة يواجهون كم؟ يواجهون 200,000 من النصارى، 3 أمام 200,000. والرسول ما خرج معهم في تلك المعركة، وكان في المدينة معه بعض الصحابة. أول من حمل الراية من؟ زيد ابن حارثة، فقتل. 3000 أمام 200,000، تخيلوا مهما كانت الكثرة يعني. فأخذ الراية من؟ جعفر ابن أبي طالب، وكان بطلا يقاتل والراية لا تسقط، يطعن ولا يبالي، يرمى بسهم فينزعه، ويضرب ضربة ولا يبالي بها، والراية بيمينه، حتى جاءه رجل من الكفار فقطع يمينه. فما أحب، تخيل الإيد تقطع، فما أحب أن تسقط راية المؤمنين، فحمل الراية بشماله فقطعت شماله. تخيل رجل بلا يدين، أيفر؟ لو كان غير جعفر، لكن جعفر لا يفر، لا يعرف الفرار من المعركة. سقط على الأرض، فأسند الراية على صدره بين عضديه، إذا به يمسك بالراية بين عضديه وينفض رمقه الأخير، والرماح تتساقط عليه والسهام تتساقط عليه، وكل واحد من جهة يضربه، وإذا به يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها والرمروم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها وفاضت روحه إلى بارئها. أوحي إلى النبي، للحين هو في المدينة والصحابة لا زالوا في المعركة، أوحي إلى النبي أن قتل جعفر، أن قتل جعفر. راح النبي وين؟ بيت أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وكان عنده أولاد صغار، أولاد جعفر كانوا صغار صبيان. فدخل النبي على أسماء، وأسماء شافته زوجة جعفر، شافت وجه النبي متغير. فلما دخل قال أين الأبناء؟ أين الأطفال؟ قالت لما؟ أحدث كرب؟ جاءك خبر؟ فقال النبي لقد قتل جعفر وأصحابه، لقد قتل جعفر وأصحابه. فبكت أسماء، بكت، وجاء بأولاده فحضنهم النبي وشمهم وأخذ يبكي. يبكي على من؟ يبكي على ابن عمه جعفر، شهور شهور فرح به، لكن لقي ربه، ضم أولاده. ثم قال لأسماء وهي تبكي، قال تبكين؟ أتخافين العيلة؟ أتخافين يعني الفقر على الأولاد؟ فأنا كفيلهم، أنا أتكفل فيهم، لا تشيلين هم الأولاد، أنا أتكفل فيهم. وقال الصحابة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم
ما يشغلهم، فقد جاءهم ما يشغلهم. إنه من؟ إنه جعفر. بعد أن عم الصحابة حزن عظيم على قتلاهم في موته، بشرهم وبشر زوجته وبشر أولاده، قال أبشروا، قالوا بما؟ قال لقد رأيت جعفر. قالوا كيف رأيته؟ قال رأيته يطير في الجنة بجناحين، لقد رأيته يطير في الجنة بجناحين تحمله الملائكة. ثم قال ورأيت حمزة على سرير في الجنة، تذكر أيضا حمزة، رأيت جعفر يطير بجناحين في حواصل خضر يروح في الجنة كيف شاء. إنه جعفر ابن أبي طالب ولا فخر، أبو المساكين، كان يطعم المساكين وكان يرحم الضعيف، ولكنه لقي ربه ونعم اللقاء. إن شاء الله في المرة القادمة، في حلقة القادمة، شخصيتنا رجل من أعلم الصحابة، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عن رواياته أي طالب علم أو عالم، كلنا نسمع باسمه في رواية الأحاديث، سمي وكني بلقب لدابة وحيوان صغير كان يربيه فسمي بهذا الاسم، سمي ولقب بوعاء السنة لأنه حفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الصحابي؟ شخصيتنا القادمة في العلم وأهله، كيف جاع لأجل العلم وكيف صبر وحصل هذا العلم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع شخصية جديدة. استودعكم الله والسلام عليكم.